السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody، مرحبا بكم، أنا أحمد عاطف ودي قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله أنا محضر لكم فيديو النهاردة عشان نحل أهم 48 سؤال في كتاب المعاصر المراجعة النهائية. طبعا الأسئلة دي يا شباب بتغطي المستوى المتوسط والمتقدم، وفيها نقاط مهمة جدا، يعني يعتبر مصدر ارتباك عند معظم الطلبة، فياريت الناس تركز معايا بشكل كبير. فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده قبل ما نبدأ حل، اتمنى الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو الاول بتاع الشرح الوحدة الأولى وفيديو الحل المتبوع لي، والفيديو التاني بتاع الوحدة التانية والفيديو المتبوع لي وخاص بحل وشرح أهم الكلمات، بس ده في كتاب جاينتس. أتمنى الناس تتفرج عليهم الأول وبعد كده تيجي تتفرج على الفيديو ده. فيلا بينا نبدأ، بسم الله. السؤال الأول بيقول It's your nugget style that makes the number of your readers go down all the time. ايه هو الاسلوب اللي بيخلي عدد الناس، عدد القراء بينخفض طول الوقت؟ طبعا انخفاض عدد الناس دليل على ان الاسلوب ده مش على الموضة، قديم، مش الناس ما بتهتمش بيه. فايه المعنى في الاختيارات المناسب؟ طبعا الاجابة نمبر سي، معناه old fashioned يعني قديم، يعني مش على الموضة، انما عكسها كلمة طبعا رقم دي اللي هي fashionable يعني على احدث موضة. ولما نبص على السؤال الثاني اللي هو بيقول It's your nugget style that makes the number of your readers rise all the time. ايه هو بقى الاسلوب اللي بيخلي العدد بقى بيزيد بقى؟ يعني السؤال الثاني هو عكس السؤال الاول، لان السؤال الاولاني old fashioned فبيخلي عدد القراء بيقل، فاكيد السؤال الثاني اكيد يعني اسلوبه على الموضه والستايل ده على الموضه، يعني احدث حاجه، يعني الناس، معظم الناس او الستريم يتجه هذا الايه، هذا الستايل، وبالتالي يعني على الموضة، اللي يعني أنا إجابة نمبر دي fashionable يعني على أحدث موضة. وزي ما احنا ملاحظين في السؤال الأولاني والتاني يا شباب، عايز تركزوا في النقطة ديت، إن نمبر سي ورقم دي هنا طبعا صفات، خدين بالكم ليه يا مستر، لأن الصفة بتيجي قبل الاسم، وإحنا شايفين بعد النقط style، وهنا style، فقبل الاسم بتيجي الصفة، فلذلك اخترت رقم سي. وهنا برضو في رقم 2 اخترت رقم دي، والاثنين صفات دي مبدئيا، يبقى حددنا نوع الكلمة. تاني حاجة بتحدد المعنى المناسب، يبقى اي سؤال بتحله تحدد، لو لقيت ان الاختيارات مكررة بس هو يعني مرة جايب الاسم، مرة جايب الفعل، مرة جايب الصفة، فبتبدأ تحدد نوع الكلمة الاول وبعد كده بتحدد المعنى المناسب اللي انت عايزه. السؤال الثالث بيقول he likes to be dressed in the latest، هو بيحب يلبس على احدث موضة. In the latest ايه؟ طبعا كلمة the latest، latest هنا صفة، و the latest يعني احدث، و صح انتوا بتقولوا احدث موضة، يعني انا عايز الاسم مش كده، مش عايز الصفة اللي هي رقم سي، ولا الدي رقم اللي هي صفة برضو، ولا fashioned اللي هو ممكن استخدمها كفاعل، ودي تصريف تاني معناه يشكل، ولكن الاجابة بتاعتي يا شباب هتكون رقم ايه، معناها the latest fashion يعني احدث موضة. السؤال الرابع يا شباب هو بيقول لي she has knocked the clay into small mug، يعني عايز اقول هي شكلت الصلصال الى مج صغير، فيعني كلمة يشكل زي ما قلتها لكم واحنا بنشرح الثلاثة اللي فوق، كلمة fashion اللي هي الاجابة رقم B معناها يشكل شيء ليخرجه يعني موديل كويس او يخرجه حاجة جديدة، فالاجابة رقم B معناها فاشل. السؤال الخامس معانا بيقول إسراء نقط from the faculty of medicine، وهنا بقى الأربع الأسئلة اللي احنا شايفينها بيتناقش فاشن وفاشن وأولد فاشن وفاشنبل والكلام ده كله، في أربع أسئلة بتميز ما بين المعنى ده، وأظن طبعا في فيديو الشرح يعني حلينا أسئلة على النقطة ديت، فأتمنى الناس ترجع للفيديو ده، وأتمنى يكون الأسئلة الأربعة دول يوضحوا لي الفرق ما بين مشتقات الكلمة ديت وبعضها البعض.
تعالوا بقى في رقم 5، هنبدأ نخش في كلمة جديدة برضو مصدر لخبطة لمعظم الطلبة اللي هي ايه، يتخرج وخريج وتخرج الكلام ده. فنبدأ السؤال 5، بيقول لي إسراء نجت from the faculty of medicine، عايز اقول تخرجت من كلية الطب. طبعا هنا تخرجت، طبعا إسراء ده الفاعل، فانا عايز الفعل. فين الفعل هنا؟ طبعا رقم بي ما تنفعش، فانا عندي رقم سي ورقم اي، رقم دي برضو اس ما تنفعش، فابص بقى اخد رقم اي ولا رقم سي. بمعلومه كده بنص جنيه من زمان عارفين ان اسراء مستر مفرد، ولو هناخد رقم ايه اللي هو المضارع، يعني مضارع زائد اس، واسراء يعني فين الاس بقى في جراجويتس، فمش موجوده، فبديهيا هتلاقي نفسك اخترت لوحدك كده رقم سي جراجويتد، يعني تخرجت في كليه الطب. المعلومه الثانيه برضو يعني شيء بالشيء يذكر، ان جراجويتد كفعل بيجي معاها فروم، كفعل خلي بالك كفعل بيجي معاها فروم، بيجي بعدها المكان. ليه بقى؟ لان بصوا كده على السؤال اللي بعده هنلاحظ الفرق اللي انا اقصده. السؤال السادس بيقول ايه؟ اسراء از نوت اوف ذا فاكولتي اوف ميديسين. اسراء از يعني از ديت فيرب تو بي مستر، وانت قايل فيرب تو بي يعني بيجي بعدها مثلا فيرب اين جي، او فيرب تو بي برضو ممكن يجي بعديه اس، فعايز اقول اسراء هي خريجه كليه الطب. يعني ايه خريجه كليه الطب؟ يعني انا عايز اسم، يبقى رقم ايه ما تنفعش جراجويت، ولا رقم سي جراجويتد الفعل التصريف التاني، ومش ينفع مجهول هنا، يعني هي تخرجت، يعني هي الفاعل جراجويشن اللي هو الاسم، يعني هي تخرج، مش هتمشي. فهنلاقي الاجابه رقم ايه يا شباب؟ رقم بي هي الصح. شي اسراء از ا جراجويت اوف ذا فاكولتي اوف ميديسين، يعني هي خريجه كليه الطب. وهنا شيء يذكر برضو ان جراجويت كاسم بيجي معاه حرف الجر ايه؟ اوف، يبقى كفاعل بيجي معاه فروم بيجي بعدها المكان اللي اتخرجت منه، وكاسم بيجي معاه اوف بيجي بعدها المكان برضو اللي اتخرجت ايه منه. تعالوا بقى نخش على نقطه ثانيه، السؤال السابع بيقول لي ماي تيتشر سيز، بيقول اي ام نوت ان انجلش اند ذات اي هاف ماتش تو دو، يعني المدرس بتاعي بيقول انا ايه مستواي في الانجليزي، وبالتالي انا محتاج مجهود كتير عشان اعمله عشان اوصل للمستوى المطلوب. فعايز اقول مستواي متوسط، يعني كلمه متوسط الاجابه رقم دي افريج. طيب النقطه ديت سهله. السؤال الثامن بيقول لي اي نوت ذات ماي سي ا دكتور، فابص على الاختيارات، انا ايه بان ماي تشوف الدكتور، انا اصر ان ماي تشوف الدكتور، ولا انا اعتقد ماي تشوف الدكتور، ولا اعتقد برضه نفس المعنى، يبقى بي وسيرة نفس المعنى انترفيو. فبعض الناس تقول يا مستر السؤال هنا المعنى ممكن تمشي بيه، ممكن سي، ممكن ايه، فاللخبطه تتم. في طريقه هنا قلت لكم اتبعها لطريقه الاستبعاد، لما تقول لي مثلا رقم بي ميثوت معناها يعتقد هي نفس المعنى بتاع سي، فبديهيا هتفكر في مين، في ايه، وتختار ايه، تطلع اجابتك ايه صح. بس يا ترى انا فاهم السبب ليه؟ اقول لكم السبب ليه. اولا في لما تبصوا كده بعد زاد في ايه؟ في مي، صح. طب والفعل بعد مي سي، طب مش استغربتوا من حاجه ان مي مفرد وسي مفترض يجي معاها اس في المضارع، مضارع بسيط مصدر زائد اس لان الفعل مفرد، فتستغرب ليه بقى النقطه ديت اخترنا انسيستد بالذات، مش خدنا مثلا رقم بي ورقم سي. كشخص بقى فاهم القواعد والكلام ده مش خدها يعني ايه بالاستبعاد. هنا النقطه ديت هنبدا نشرحها بالتفصيل شويه وهنسلط عليها الضوء، فركزوا معايا على القاعده ديت اللي نادرا ما المدرس بيبدا يشرحها للطلبه، وحتى لو شرحها بتبقى صعبه لعقليه الطالب ان هو يفهمها، لان هو مصطلح اكاديمي شويه واحنا بندرسها على فكره في المنهج من زمان، بس المصطلح اللي هو نركز عليه دلوقتي مش متداول، فتلاقي الطالب يتلخبط لان هو اول مره يشوف. فتعالوا نسلط الضوء عليه ونرجع تاني نكمل حاجة. حباب قلب الشطار ركزوا على القاعدة دي عشان مهمة جدا، ونادرا لما تلاقي مدرس زي ما قلت بيعلق على النقطة دي. المصطلح أولا اللي أنت شايفه هو نادرا لما تشوفه قدامك، لأنه هو مصطلح أكاديمي شوية ولا يتم شرحه بالشكل المفصل أنا هشرحه لكم عشان تفهم أصل القاعدة. وأنا بتعمد في فيديوهاتي إن أنا أفهمك أصل القاعدة والتفاصيل اللي مش موجودة في المنهج بتاعك عشان تقدر تفهمها بسهولة، دي أولا، وتقدر تثبت في دماغك مدة طويلة جدا، إنك لما تفهم أساسيات الحاجة وأصلها وفصلها هتثبت في دماغك وهيبقى في أريحية شوية، لأن فهم الحاجة غير أما نحفظها كده عميانا بدون فهم. المصطلح اسمه يا شباب subjunctives أو subjunctive mood، يعني الحالات الشرطية أو المزاجية اللي هي الافتراضية اللي هي الغير واقعية. وفي قاعدة عايزك بس تحطها في ذهنك دلوقتي
ايه القاعدة ديت؟ القاعدة بتقول ان الحالات الافتراضية غالبا لا تتماشى مع القواعد الصرفية للغة، سواء كان مضارع او ماضي. يعني انا مست النقطة دي، خلي بالكوا بس كلمة لا تتماشى مع القاعدة الصرفية، يعني صرفية يعني تصريف الافعال والكلام ده، قصدك كده يعني؟ اه يعني انتوا قربتوا فعلا. طب ما توضح لنا اكتر يا مستر، هو المطلوب اصلا، انا لغايه دلوقتي مش فاهم اي حاجه في من اللي انت بتقوله. طيب صلى على النبي، انا عايزك بس القاعده دي تفهم حاجتين عنها، لو فهمتهم كويس ودخلتهم في دماغك كويس هتريح نفسك وهتفهم القاعده، تبقى اسهل حاجه بالنسبه لك. اول حاجه لازم تفهم، اول حاجه استخدام القاعده، انا بستخدم ليه الحاله دي. تاني حاجه لازم اعرف تركيبها، سواء مضارع present او past او ماضي. طيب يا مستر، طب ما تقول لنا احنا بنستخدم الحاله دي ليه، والانجليز اصلا عاملين الحاله دي ليه، ومش تسالني هم حاطينها ليه. زي ما ينفعش مثلا اقول في العربي الفاعل مرفوع بالضمه ليه، يسالوني ليه مرفوع، انتوا رافعينه ليه مش نصبتوه ليه؟ لان احنا يا شباب مرجعنا في القواعد اللغويه بيعتمد على القران الكريم، حلو كده؟ انما الانجليزي بيعتمد على العلماء بتوعهم، وطبعا تراكم اللغه ومراحل تطورها، بدات من لغه بدائيه ثم بدات تتطور واحده واحده، بدا علماء اللغه يتطوروا فيها وبدا يحطوا القواعد ديت، وديت ثابته بقى. يعني مش في احيانا ما ينفعش اسال سبب هم عملوا القاعده دي ليه كده، تمام؟ احنا بنحاول نفهمها زي ما هم عايزين، وبستخدمها زي ما هم بيستخدموها وخلاص. طيب بدون كلام كتير، تعالوا كده نشوف الاستخدام. انا بستخدم السبجكتيف دي ليه، الحاله الشرطيه دي ليه بستخدمها ليه؟ اولا هي جمل نستخدمها للتعبير عن حالات مختلفه من عدم الواقع، زي ما قلت قبل كده، زي الامنيه بستخدمها التعبير عن امنيه عندي، تعبير عن الاهميه، حاجه مهمه عايز اكد عليها، الرغبه، العاطفه، الاحتمال، الحكم، الراي، الالتزام، الشك، بشك في حاجه، يعني حاجة لم تحدث. لما تبص كده أمنية يعني طبيعتها مش حصلت، أهمية وقوع شيء إن هو يحصل برضو مش يتطلب إن هو حصل. أنا مهم مثلا أتذاكر بس ممكن ما ذاكرتش. الرغبة أو العاطفة ودي كله تحمل نفس الفكرة، افترض عدم وقوع. وهنا بقى لازم أكد على جملة مهمة جدا، إيه هي؟ إن الجملة اللي هي subjunctive sentence ديت هي افتراضية احتمالية لم يتم حدوثه بعد، حلو كده؟ خلي بالكم من النقطة دي، ده الاستخدام، يعني بستخدم الحالة دي للتعبير عن الحاجات دي. طب جميل، بصوا لي بقى على النقطة التانية مهمة جدا وتركزوا فيها كتير، عشان ديت إيه؟ دي بيت القصيد، دي الزتونة بقى. يا مستر استراكشر. طيب بصوا، في البديهي ممكن أقول لك الاستراكشر كذا 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 وخد مثال أهو، تمام؟ لا، أنا هديك المثال أول ونبدأ نفهمه، وأنت من نفسك هتبدأ تستنتج القاعدة أنت بنفسك. طب ماشي يا مستر، تعال نمسك واحدة واحدة. بصوا كده المثال الأولاني بيقول إيه؟ He insists that Sally be present at the meeting. يعني هو بيصر بإن سالي تكون موجودة في الاجتماع. طب الجملة يا مستر عايز أفهمها يعني معناها إيه؟ يعني هو بيصر إن سالي من المفترض يعني تكون موجودة في الاجتماع. فأنتم ملاحظين هنا باللون الأزرق insist، إيه الفعل ده؟ يعني معناها يصر. طب ليه بالذات استخدمت الفعل ده للتعبير عن السبجكتيف؟ هقول لك ليه. طب ليه يا مستر سيلي مع ان هي مفرد مفترض اقول از لحد بي مصدر؟ هقول لك ليه برضه. طيب نخش على المثال الثاني، هي سجستد ذات، هو اقترح ان، وملاحظين هنا طبعا في ذات بعد الفعل مباشره، وبعد كده جمله مصدر. جمله ايه مصدر؟ يعني جمله الفعل بتاعها مصدر. شادي بلاي، استنى استنى استنى، شادي دي مفرد يا مستر زي سيلي فوق، ليه حطينا بلاي من غير الاس؟ هقول لك دلوقتي، يبقى الفعل هنا يا شباب ايه؟ مصدر، بلاي باسكت. شوف المثال اللي بعده، اتس اسينشال ذات، من الضروري او الجوهري ذات، هي ستادي هارد، استنى استنى استنى، ده في ستادي هنا من غير الاس، مع ان في هي مفترض ستاديز اخرها اي اي اس يا مستر. اقول لك اصبر عليا بس انت ايه عاوزك تحفظها بالشكل ده. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا احنا قلنا انسيست وبعدها ذات وبعدها جمله مصدر، بي اهو مصدر، سجست ذات والفعل والمصدر، اسينشال ذات والفعل، والفعل فين؟ في المصدر. ملحوظه هنا، شايفين اللي هو باللون الاحمر اللي هو بي وبلاي وستادي، ممكن استبدلها في حاله السبجنكتيف دي بشود زاد الماستر. يعني ممكن اقول سالي شود بي بريزنت ات ذا ميتنج زي ما احنا شايفين في المثال، ممكن اقول سالي شود بلاي
او that he should study. طب زي ما اتفقنا دي حالات ايه؟ افتراضية بفترضها. طيب بصوا كده المثال اللي بعده. انت بس مستر ما انت ملاحظ ان ده مضارع بي بلاي دي كله مصدر ما عبرش عن ماضي فعلا. طب بصوا المثال اللي بعده if I were you I would not. ديت انا عارفها دي حالة if التانية دي if I were you. بس مستر if I I بتاخد was اللي حطينا where. احنا كده بدأنا نفهم شوية شوية كده. I wish I were a millionaire. اتمنى ان اكون مليونير. بس انتم ملاحظين هنا قاعدة قلتها قبل كده. تعالوا كده نرجع لها. قلت الحالات الافتراضيه اللي هي الغير واقعيه اللي مش حصلت فعليا غالبا لا تتماشى مع القاعده الايه؟ الصرفيه. نفهم بقى يعني ايه صرفيه؟ يعني تصريف الافعال. يعني ملاحظين هنا بصوا كده ملاحظين هنا ايه؟ ان الفاعل هنا مفرد مش قلت از يعني صرفته تصريف معين اللي هو ايه هنا في القاعده؟ مصدر. خلي بالك من النقطه دي. او استخدام الشد الفعل فين؟ في المصدر. اتمنى تكون الصوره واضحه يا شباب. طيب يا مستر معنى كده انا كده فهمت التركيب. انت مره استخدمت افعال حلو ومره استخدمت التركيب اللي هو اتز والصفه وذات يعني في ذات وجمله وجمله بعدها مصدر ومره استخدمت لي شكل في الماضي بس الماضي هنا استخدمنا فيه وير في الحالتين. يبقى مره في المضارع بي او المصدر لاي فعل اخر غير verb to be ومره في الماضي استخدمنا وير مع اي ضمير سواء اي او هي او شي او ات. يعني كده مستر نستخلص بقى الاستراكشر او التركيب بتاع الايه الجمله دي. يبقى اذا عندي تركيبين شكل مضارع اللي هو الاولاني سبجكت وبعد كده سبجنكتيف. ايه سبجنكتيف ده؟ اللي هو فعل او تركيب هنقولهم دلوقتي ونفهمهم. ذات وبعد كده الفاعل زي سيالي كده فوق وبعد كده الفعل في المصدر زي بي او اي مصدر لاي فعل زي بلاي او استدعى ان كان وبعد كده التكمله. او ممكن تبقى كالاتي سبجكت وسبجنكتيف الفعل اللي هو بيعبر عن السبجنكتيف اللي هو اللي انا عامله باللون الازرق خلي بالك ذات وبعد كده الفاعل وبعد كده الشد الفعل فين يا شباب في المصدر خلي بالك النقطه دي مهمه بعد كده كومبلمنت انما الماضي خلي بالك فاعل وسبجنكتيف زائد طبعا الفاعل ايا كان بقى مفرد جمع ومعاه ايه يا شباب معاه وير وده شكل الماضي كده يا مستر عن ايه قربت انا فهمت كده 100% يعني الراجل هنا بيجيب لي في الامتحان بيشيل لك مثلا الجزء بالازرق ولا كمل بفعل معين استنى طب معني هعرف الافعال اللي هي باللون الازرق دي يا مستر ازاي والتركيبات دي ازاي ما انا هديهم لك دلوقتي يا معلم اصبر عليا طيب القاعده مفهومه ان بعد ذات بيجي الفعل في المصدر وليه الحاله ديت بنطبقها بالشكل بالتركيب ده ليه احنا قلنا بقى مش نسال ليه الانجليز قالوا بنستخدمها في التعبير عن الحالات اللي احنا قلناها امنيه اهتمام شك احتمال والكلام ده فانت بتحفظها زي ما هي كده يا شباب طيب جميل يا مستر طب ايه بقى قول لي بقى يا مستر الافعال بقى والتركيبات اللي بتعبر عن السبجنكتيف لما اشوفها اختار في الجمله اللي بعدها فعل في المصدر انت جيت في جمل خد يا سيدي اهي اول حاجه الافعال اللي دايما بيجي بعديها جمله سبجنكتيف جمله مصدر زي ما احنا شفنا سواء في المضارع بي او اي مصدر لاي فعل اساسي او سواء في الماضي وير بصوا الافعال هنجيب لك الافعال المنتشره خاصه بالحاله ديت ومعلم لك باللون الاحمر على الافعال المهمه والمنتشره تعالوا هقرا الافعال اللون الاحمر عشان تركز عليها اكتر انسيست يعني يصر ريكومند يوصي ديماند يطلب بروبوز يقترح بتساوي سجست وكمان ريكويست يطلب دول ايه افعال اساسيه واقروا برضو الافعال الباقيه برضو عشان يبقى عندنا معرفه بيها برضو انما التعبيرات الاكسبريشنز بتبدا بتبقى ات از والصفه وذات زاد ايه جمله ايه سبجنكتيف جمله مصدر يعني او شو زاد المصدر طيب زي ايه كده زي ادفايزد ونيسيسيري طبعا المعلم الاحمر الكلمه المهمه اسينشال ضروري نيسيسيري برضو ضروري ايجنت طارئ كروشال ضروري important مهم vital حيوي او ضروري recommended وكل هذه الاشياء طيب اظن كده القاعده تمام احنا فهمنا القاعده الاستخدام احنا بنستخدمها ليه وفهمنا التركيب بتاعها بيكون ايه عايزك كده تعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه لغايه لما تفهم الحاله ديت كويس طبعا بعد ما وضحناه تعالوا نخش على السؤال اللي بعده عمر was not on getting a new tablet عمر was not on getting a new tablet طيب عمر كان ايه فيما يخص او في حصوله على تابلت جديد؟ يعني عايز اقول كان مصر، يعني ايه كلمة مصر؟ طبعا رقم بي. خدت كلمة مصر لأن حتى كلمة مصر تؤكد لي إن اللي بيجي بعدها حرف الجر اون مصر على تمام؟ ووز بيجي بعدها صفة أو بي انسيستنت صفة. طبعا كونفيوزد مرتبك مش ينفع ولا بايونيرنج ريادي في الحصول على تابلت ولا استبلش مؤسس
يبقى إذن المعنى المناسب رقم بي. السؤال عشان بيقول it's necessary to من الضروري أن من الضروري أن to in a way that provides maximum comfort for your feet. يعني من الضروري أن إيه in a way بطريقة اللي هي بتوفر لك maximum الحد الأعلى من الراحة لقدميك. طبعا it's necessary to يبقى ايه المعنى المناسب enable بيجي بعدها تقول مصدر disable يعني يعوق transplant يعني يزرع عضو مثلا فالإجابة متلخبطة شوية. فطبعا المعلومة دي جديدة شوية الإجابة هتبقى رقم دي معناها style وstyle هنا يا شباب معناها فعل بستخدمها كفعل معناها يضع تصميم مثلا للحذاء بتاعك. style هنا استخدمناها كفعل معناها يصنع شيء بتصميم معين عشان يريحه او يحقق له هدف معين. السؤال 11 يا شباب بيقول لي according to the contract طبقا للعقد this company هذه الشركه is the nugget of my works for 5 years. عايز اقول الشركه ديت هي المسؤوله على نشر اعمالي لمده 5 سنوات. طبعا نشر يعني يا شباب number C هي الاجابه بتاعتي publisher يعني المسؤوله عن النشر. السؤال 12 بيقول نجيب محفوظ is the author of tens of نجيب محفوظ هو المؤلف لعشرات من طبعا عشرات من يقول competitions منافسات songs اغاني ولا plays مسرحيات ولا publications. طبعا نجيب محفوظ راجل منافسات طبعا استبعدها songs اغاني مش كان بيألف اغاني ولا plays ولا مسرحيات ده دي كان كاتب روايات. طيب الرواية والقصص دي منشورات فالإجابة الصحيحة هنا هي رقم D publications يعني منشورات. publications هنا تعني سواء ممكن قصة أو ممكن رواية ونجيب محفوظ معروف إنه هو مؤلف روايات وقصص كتير. فإذن الإجابة بتاعتي رقم D لا هو كاتب مسرحي مش بيكتب مسرحيات عمرنا ما سمعنا نجيب محفوظ كتب مسرحيات ولا songs ولا أغاني ولا منافسات. سؤال رقم 13 بيقول لي most of us are to the places where we born and brought up يعني معظمنا مرتبط بالأماكن اللي اتولد فيها ونشأ فيها. طبعا مرتبط بيه دي شرحناها في فيديو الشرح attached to وشرحناها بالتفصيل مرتبط عاطفيا بالمكان ده. السؤال رقم 14 بيقول لي a baby is not got to its mother is natural يعني عايز اقول تعلق الطفل بأمه. طبعا a babies ابص في اسم مكاني لازم بعدها اسم فتعلق الطفل بامه الاجابه رقم ايه C معناها attachment يعني تعلق عقلي وانفعالي بامه ده شيء طبيعي وفطري طبعا عند الطفل. السؤال 15 بيقول لي don't give us too many instructions because that makes us لا تعطينا تعليمات كتيره قوي لان ده بيخلينا مرتبكين. يعني مرتبكين طبعا الإجابة رقم B confused يعني مرتبك وطبعا make والمفعول بيجي بعدها الصفة مش ينفع أقول makes us confusion اللي هي رقم D بيخلينا ارتباك أو بيخلينا confusing مربك بيخلينا مربكين ولا بيخلينا مرتبكين اللي هي رقم B طبعا رقم A فعل. فخلي بالكوا الفرق ما بين صفات الـ ED والـ ING. الـ ED بتوصف الشعور نفسه فشعورنا بيكون مرتبك لما ناخد تعليمات كتير انما الـ ING بتوصف مصدر الشعور مصدر إليه شعور انما في الجملة هنا شباب انا بوصف شعوري اني. خلي بالكوا من النقطة دي. السؤال 16 بيقول يا شباب خلي بالكوا منه عشان هنفرق ما بينه وبين رقم 15 don't give us too many instructions لا تعطينا تعليمات كتيرة جدا. هنا تو تفيد السلبية يعني معلومات كتيرة لدرجة ان موسى بتسبب لخبطة بتسبب ارتباك يعني لا تطاع because that لاني هذا طبعا هذا هنا لو سألتك قلت لك ذات ده عادة عليه هتقول لي على اعطاء التعليمات لاني اعطاء التعليمات ده ايه هقول مرتبك ولا اعطاء التعليمات ده مربك مستر يعني انت قصدك تقول لي ان رقم بي مش تنفع يعني هي سي صح اقول لك تمام صح. ليه لان يعني بوصف هنا مصدر الارتباك مين مصدر الارتباك اعطاء تعليمات كتيره جدا. طب استنى كده طب رقم 15 كانت ايه قال اقراها كده تاني لا تعطينا تعليمات كتيره ليه لان ذات هذه اعطاء التعليمات ذات
makes us بتخلينا إحنا، يبقى بوصف مشاعرنا إحنا، يبقى هنا وصف المشاعر يبقى confused ED، إنما هنا مصدر هذا الشعور أنا بوصفه اللي هو مين؟ إعطاء التعليمات. يبقى فوق بوصف مشاعرنا، إنما تحت بوصف إعطاء التعليمات. فوصف المشاعر confused آخر ED اللي هو إيه؟ الشعور نفسه اللي إحنا بنحس بيه، إنما هنا وصف اعطاء المشاعر، اعطاء قصدي اعطاء التعليمات، واعطاء التعليمات هنا مصدر الشعور بالارتباك، فاما انه هو مصدر شعور بارتباك اللي هي رقم سي اللي هي صح confusing. وبرضو لو احنا مش فاهمينها بشكل اسهل ان شاء الله نعمل فيديو ونفرق ما بين الصفات اللي بتنتهي بالاي دي وما يشابهها والاي ان جي ونفرق ما بينهم بامثله اكتر. طيب السؤال رقم 17 بيقول don't give us too many instructions، لا تعطينا تعليمات كتيرة جدا، because that causes لان ده بيسبب، يلا كمل بالعربي هتقول ايه؟ يسبب ارتباك، يعني على طول اوتوماتيك انا عايز الاسم والاسم من confusion يعني ارتباك. خلي بالكم النقطة دي، يبقى هنا عايز هنا فوق في صفة وصفة، بس الصفة عن صفة تفرق، وهنا انا عايز الايه؟ الاسم. طيب تعالوا نكمل، don't give us too many instructions because that nugget us، خلي بالك بقى لا تعطينا تعليمات اكتر لان ذات، ذات هنا بمثابه فاعل، وبعد الفعل احنا عارفين بيجي فاعل، يا مستر يبقى هنا هختار فعل بقى، ذات هنا تعامل مع مادة المفرد يعني ذات تشير الى المفرد، فاكيد ايه بقى؟ ذات confuses us. سؤال 19 بيقول not set up means يعني that you choose how the application is installed in your computer، يعني ايه الكلمه هنا؟ كلمه سيت اب يعني تسطيب او تعديل، بمعنى ان انت بتختار ازاي التطبيق ده بيتم تثبيته على الجهاز بتاعك. فايه المعنى المناسب هنا؟ طبعا المعنى المناسب اللي هي رقم سي. طب ليه رقم سي؟ لان كاستم هنا يا شباب بنستخدمها كصفه، طبعا سيت اب هنا مش كفعل، سيت اب هنا معناها اعدادات، فبقول لك كاستم سيت اب، حتى بعض الناس اللي بتتعامل في الكمبيوتر هتلاقيها موجوده دايما، كاستم سيت اب يعني الاعدادات الافتراضيه المخصوص اللي موجوده على الجهاز اصلا. فمثلا لو انت عملت تعديلات على الجهاز وعايز ترجع الاعدادات لاصلها، ففي حاجه اسمها اختيار اسمه كاستم سيت اب، يعني اعدادات بنسميها اعدادات المصنع اللي هي جاهزه على طول، فتخلي بالك من الصفه دي رقم سي كاستم، ودي معنى جديد ليها. السؤال 20 as a young man، اني كشاب، he is careful to follow، هو دايما حريص على، طبعا careful to زائد الفعل في المصدر careful to، لما careful about زائد اس، خلي بالكم النقطه دي، to follow ان هو يتبع طبعا احدث الموضه، طبعا احدث الموضه طبعا النقطه ديت يعني اشرنا ليها مسبقا the latest fashion يعني احدث موضه. طيب السؤال 21 بيقول we are graduates not the faculty of law، طبعا احنا خريجين، طبعا graduates هنا كاسم، قلت لك الاسم دايما بيتبع بحرف جر of، فخلي بالك من النقطه ديت، فالاجابه تبقى رقم بي اوف. السؤال 22 بيقول after they graduate university، بعد ما تخرجوا من الجامعه، طبعا هنا graduate يعني فعل معناه تخرج، قلت لك الفعل بيجي بعدين المكان، يبقى اذا مسبوق اكيد بحرف الجر from، طبعا المعلومه ديت بتاكد على النقطه ان الفعل بيجي معاه from لو اجى بعديه الايه؟ المكان. they will join هيلتحقوا بالجيش اللي هي تأدية الخدمة العسكرية. طبعا خلي بالك هنا do military service بتاخد الفعل ايه؟ do. سؤال 23 بيقول لي after they graduate doctors، بعد ما تخرجوا كأطباء، طبعا هنا شايفين الوظيفة، عايز يتخرج ك وبيجي بعدها الوظيفة، طبعا احنا عارفين ان as هي بطلت النقطة ديت، واز معروفة work as بيجي بعدها الوظيفة، أي فعل بعديه as بنسبة كبيرة بيجي بعدها الوظائف، هنا إيه؟ طبعًا الوظيفة. سؤال 24 ونختم بيه فيما يخص الوحدة الأولى after they graduate not medicine، يبقى medicine دي يعني الطب. هل أنا قلت كلية الطب؟ لا، يبقى أنا مش قلت مكان، يبقى مش ينفع مستر هنا from. طيب هل قلت أنا وظيفة زي سؤال 23؟ فمش ينفع برضو as، يعني مش ينفع from ولا ينفع as. طب ينفع of؟ قلنا لا، of دي هتبتدي مع graduates اللي هي الاسماء، سواء graduate المفرد خريج او graduates جمعتها خريجين. طب انا مستر قصدك رقم سي؟ اقول لك صح كده تمام. طب اكد لي عليها ليه رقم سي بالذات؟ لان ان بيجي بعدها التخصص، تخرج في تخصص الطب في مجال الطب،
ماشي يا شباب، اتمنى الناس تكون فهمت ال 24 سؤال اللي هم خاصين بالوحده الاولى. تعالوا بقى ننتقل للوحده الثانيه ونبدا مع بعض. بسم الله صلى على النبي. السؤال اللي بيقول مستر اشرف فاون ات ايزي، وجد الامر سهلا تو كيب هيز ستودنتس، ان هو يخلي الطلبه بتوعه، طبعا اكيد كيب مفعول يخليهم ساكتين، يعني انا عايز صفه ودي تركيب موجود في الوحده الثانيه، كيب مفعول الصفه، فين الصفه هنا؟ طبعا الصفه رقم دي سايلنت يعني صامتين. السؤال الثاني مستر اشرف فاونيتيز يوجد الامر سهل تو ميك هيز ستودنتس سيت، ان هو يجعل الطلاب بتاعه يقعدوا فين؟ ها في صمت، يعني انا عايز الاسم اللي جاب رقم سي. خلي بالكوا في الغالب طبعا لما تيجي تترجم الجمله بالعربي في الغالب هتلاقي المقابل انجليزي، يعني هنا ترجمناها يعني يخلي الطلبه ساكتين، يبقى انا عايز الصفر سايلنت. هنا يخليهم يقعدوا في سكوت، يبقى ان سايلنس. وفي تركيب اسمه ان سايلنس في سكون، ونرجع لفيديو الشرح هتلاقيني شارح الكلمه ديت بالتفصيل. السؤال الثالث بيقول لي مستر اشرف هيز ستودنتس ايزلي، يعني عايز اقول سكت طلابه بسهوله او خلاهم يسكتوا بسهوله، يعني انا مستر هنا فاعل، مستر اشرف فاعل، انا عايز فعل مش كده؟ يبقى اذا الفعل رقم بي، وهنا فعل في الماضي. طب ما ينفعش رقم سي ليه؟ ما هو برضه ممكن استخدمها كفعل معانا، احنا قلنا قبل كده ما نركز معايا مستر اشرف ديت مفرد فلازم الفعل يكون اخره اس لو مضارع، تمام كده؟ طيب السؤال الرابع بقول لي يو شود ميك نوت فور يور فيوتشر، لازم تعمل خطط للمستقبل بتاعك، يبقى يو شود ميك او ميك بتاخد بلان رقم بي، ميك بلانز فور. طيب السؤال الخامس يو شود نوت فور يور فيوتشر، لازم تخطط لمستقبلك، اه يو شود بيجي بعدها الفعل في المصدر، يعني الاجابه رقم اي، بلان هنا كفعل بستخدمها كفعل معناه يخطط، وهنا فوق كاسم معناها خطط. جميل يا مستر حلو. السؤال الثالث بيقول there are differences، يعني هناك اختلافات في ايه between the Arabs، ما بين العرب وما بين الاوروبيين، طبعا في اختلافات في الثقافه، يعني ان هنا شبه حرف جر، وحرف الجر حتى في العربي بيجي قبل الاسم، حتى بنقول اسم مجرور، ففين الاسم هنا؟ اه الاسم رقم ايه، الناس سمع ناس بتقول رقم ايه، جبتك صح، culture ثقافه، culture يعني مثقف، وكالتشرال دي صفه معناها ثقافي، وخلي بالكم من المعنيين دول عشان هناخدهم في الاسئله اللي بعد كده على طول، يعني تعالوا نشوف كده السؤال السابع. السؤال السابع بيقول ايه؟ There are no but differences between the Arabs and Europeans، يعني عايز اقول في اختلافات ثقافيه او في الثقافه، خلي بالكم النقطه دي، ما بين العرب والاوروبيين، يعني اختلافات ثقافيه مستر، بما ان انت قلنا قبل كده ان الاسم بيجي بصفه، فاذا رقم سي تنفع. ينفع اقول رقم بي كالتشر يعني اختلافات مثقفه؟ لا صلاة ما ينفعش كده، ممكن مثقف دي اقصد بقى الانسان. طب ينفع اقول رقم ايه كالتشر؟ اه اختلافات في الثقافه. اه زي ما اقول مثلا تغير المناخ، ما اقول مثلا كلايمت تشينج، كلايمت هنا اسم كلايمت تشينج يعني تغير في المناخ، فممكن اقول كالتشر ديفرنسز. اه يعني ينفع رقم ايه يا مستر وين رقم سي؟ اه تصدق الاختيار رقم دي هو بيوفر النقطة دي، خلاص يبقى نقول رقم دي، يبقى ينفع كالتشر وينفع كالتشر. السؤال الثامن يا شباب ركزوا معايا بيقول لي يو ار لاكي تو هاف ذس، انت محظوظ ان انت يكون عندك هذا الرجل المثقف او عندك هذا الرجل المثقف كزوجا لك. طب مثقف يعني لسه قايلين من شوية؟ ايوه صح رقم بي كالتشر. السؤال التاسع يقول نو وان كان ديناي، ما في حدش يقدر ينكر ذات اتس من المهم ان انت تطور طبعا نظام التعليم، يعني اتس طبعا انا عايز الصفه، فين الصفه هنا يا شباب؟ اللي هي رقم بي، من المهم اتس امبورتنت تو، اتس صفه تو ذات الفعل في المصدر. السؤال العاشر بيقول نو وان كان ديناي، ما فيش حد يقدر ينكر ايه اوف ديفلوبينج، تنميه وتطوير نظام التعليم على الشباب، وخلوا بالكم من حرف الجر اون، ذا يونج جينيريشنز يعني الاجيال الشباب، طبعا ما فيش حد يقدر ينكر تاثير، يعني ايه تاثير بقى هنا رقم ايه؟ بس انا مستر ما هو في برضه عندي امبورتنس اهميه، يعني ما حدش يقدر ينكر اهميه، تصدق فعلا كلامك صح؟ يعني ممكن امبورتنس تنفع؟ اه تنفع، بس كمل كده الكلام ما تيجي لغايه تعند اون، واقول لك فار من هنا يا باشا. طبعا امبورتنس اهميه، امبورتنس ممكن يجي بعدها اوف، ولكن اهميه تنميه النظام التعليمي
كلمة على الشباب، كلمة اون ديت ما تجيش مع امبورتنس. امال يا مستر تيجي على ايه؟ ازاي يعني؟ قال لي لو هقول اهمية تطوير النظام التعليمي على الشباب، بيجي شباب معاها حرف جر تو، تو زانج جينيريشنز، او في اغلب الاحيان او على اقل تقدير ممكن فور، لان حسب الترجمه. يعني لو هقول اهميه الحاجه دي على الشباب او للشباب، في مع حرف جر تو دي في الغالب، والمركز الثاني فور. طب لو عايز اقول اهميه الحاجه دي مثلا في التعليم او في التاريخ او في النظام، او كلمة في يعني ايه؟ يعني يا مستر امبورتنس ممكن يجي معاها اوف. ماشي، انت قلت لي تمام. امال حرف عايز اقول اهمية الحاجة دي على كذا او لي كذا، يبقى حرف الجر تو او فور او ان. يبقى اذا اون ديت مخصوصة بانفلونس، وهترجعوا لفيديو الشرح هتلاقيني مركز على النقطة ديت كتير، وانا بشرح ان انفلونس دايما متبوعة بايه؟ ابون. اتمنى الناس تكون فهمتها. سؤال 11، محفوظ was and still one of the most، طبعا عايز اقول واحد من الكتاب الاكثر تاثيرا. طبعا في اسم اهو، يعني عايز الصفه، فين الصفه هنا؟ الاجابه رقم سي، انفلوينشال مؤثر، شرحتها برضو وانا بنشرح الوحده الثانيه. السؤال 12 بيقول لي باينج تشيلدرن everything، شراء الاطفال لاي حاجه، زي ask for، هم بيطلبوها، طبعا ده هيفسدهم او هيبوظهم باللغه العاميه بتاعتنا، يعني رقم سي سبويل، وشرحتها برضو وانا بشرح فيديو الوحده الثانيه. السؤال 13 يا شباب، صلوا على النبي الاول، بيقول اتس نوت جود فور ستودنتس، مش كويس للطلاب، تو بي نوجت اول ذا تايم، ان هي تكون ساكته طول الوقت. تو بي يعني فيرب تو بي يعني صفه مستر، يعني تو بي سايلنسد، الاجابه رقم بي، ان يو سكاتو طول الوقت. كلمة to be silenced يعني ايه؟ to be، ينفع اقول to be silenced مش كويس الطلاب ان هم يكونوا سكوت، ولا يكونوا to be silent صامتين، ولا silently؟ طب مثلا ما ممكن تنفع رقم سي silent، طبعا verb to be بعد الصفة، وممكن يجي بعديه تصريف ثالث، يعني verb to be، عشان الناس اللي ايه مش مركزة معايا قبل كده، كنا قلنا ان verb to be بيجي بعد الصفة، ممكن يجي بعديه verb ing، ممكن يجي بعديه تصريف ثالث بس بيكون مجهول. فهنا انا عايز صيغه المجهول، ليه؟ لان مش كويس للطلاب، مش دي في صالحهم ان يتم اسكاتهم. وكلمه اسكاتهم يعني في غصبانيه شويه، يعني في يعني في عنف شويه وفي شده في التعامل معاهم. طبعا قلنا من الافضل ان احنا نتعامل معاهم بطريقه ابويه. فتو بي سايلنت قد يكون الامر محمول، يعني امر عادي ان هم يكونوا ساكتين، وده حاجه عاديه وبارادتهم، وده بشكل بشكل فطري يعني. انما لما اقول يسكتوا عن طريق الاجبار اللي هي رقم بي، فده يفضل اخدها في السياق ده من السؤال. سؤال 14، اتس نوت جود فور ستودنتس، مش كويس للطلاب، تو ميك ذيم سيت، ان هم يقعدوا ان، طبعا اول ذا تايم يقعدوا في صمت. يبقى انا عايز الاسم اول ما تلاقي حرف جر يعني تختار اسم على طول. يبقى الاجابه رقم كام؟ الاجابه رقم ايه؟ silence. 15، the mobile was not so I didn't know you were calling، يعني التليفون كان صامت، طبعا احنا كل واحد عارفها، طبعا صامت يعني silent، اكيد يعني مش حد هيغلط فيها دي. السؤال 16، cancer is a serious disease، يعني السرطان لا قدر الله هو مرض خطير جدا. the adjective serious، كلمة serious هنا كان بيري بس ممكن نستبدلها بكلمة ايه؟ طبعا سيريس يعني خطير، ممكن استبدلها طبعا رقم دي dangerous، وده سؤال سهل. السؤال 17، a teacher should be، ان المدرس لازم يكون ايه؟ but fatherly، لازم يكون حازم ولكن بشكل ودي وابوي، يبقى strict يعني حازم. طبعا هنا رقم بي يعني صفة، مش ينفع اخد رقم بي اللي هي strictly الظرف ولا الاسم strictness. طيب السؤال 18، a teacher should have fatherly، لازم يكون عند المدرس يا شباب عملية حزم بشكل أبوي، يعني fatherly هنا صفة، وقبل وصفة بتوصف الاسم، يعني أنا لازم أختار اسم. فين الاسم هنا؟ الاسم يا شباب رقم C strictness. السؤال 19، بيقول a teacher should behave، المدرس لازم يتصرف بحزم. behave هنا فعل، واللي بيوصف الفعل الظرف، والظرف هنا رقم بي strictly. خلي بالكم النقاط دي مهمة جدا، حاجات تراكمية، واحنا عارفين دايما في تأكيد عن دايما هيجيب لك أسئلة تراكمية بتعتمد
على حاجات قبل كده، زي ما احنا شايفين اهو، ازاي افرق ما بين الصفه والاسم والفعل والظرف، الكلام ده كله. النقطه دي مهمه جدا. سؤال 20، I was deeply، انا كنت يعني عايز اقول I was deeply، يتم الهامي او بشكل عميق بواسطة نيلسون مانديلا اللي كان رجل عظيم طبعا، يلهم اللي هو inspire، وهنا مجهول يعني تم الهامي، تم الهامي او تأثير فيا بواسطة هذا الشخص. السؤال 21 بيقول لي personally، شخصيا I am not very، انا لست، I am not very ايه، انا مش سياسي اوي. طبعا I am دي بعدها صفة مش كده، و very دي ظرف، والظرف برضو بيوصف ايه، صفة. فالاجابة شبه تبقى رقم دي political. بعض الناس تسألني تقول لي طب مش ينفع رقم بي politician، ما انا لو خدنا politician هتقول بقى ايه، I am not very، I am not a، فين ال a بتاعت الاسم هنا اللي هي اداة النكرة a، I am not a very politician. حتى very هنا مش توصف اسم، very بتوصف صفة في الاول، يعني لازم نجيب صفة الاول. يبقى في نقطتين غلط هنا مش ينفع، عشان كده مش هناخد رقم بي. طب مش ينفع political person، برضو نفس النقطة، اسم برضو politically person برضو مش ينفع. السؤال 22 بيقول personally I am no، شخصيا انا لست سياسيا. يعني لست سياسيا يعني يا مستر انت قصدك يعني صفة بقى، I am no political، لا مش ينفع صفة. ليه؟ لان لو هناخد طور الصفة اللي هي رقم دي political، يعني المفترض no دي هتبقى not، I am not political يعني انا لست، انني no هنا ما ينفعش نستخدمها مع صفة، يعني مش ينفع نجيب بعدها صفة مباشرة. النو هنا من صفاتها الكلمة ديت، بيجي بعدها اسم. يعني مستر قصدك تقول لي بقى رقم ايه بوليتيشن، اقول لك لا برضو، لان نو هنا بتحل محل اداة النكرة ايه، فمش ينفع رقم ايه. يعني يا مستر بقى مش تحيرني معاك، يعني ينفع تبقى سي بقى بوليتيكالي بيرسون، يعني شخص يا عمي واحدة واحدة، ينفع بيرسون اسم يجيب لي ظرف مباشرة ينفع، يعني مستر رقم بي، اقول لك اه صح هي رقم بي بوليتيشن، I am no politician، انا لست سياسيا. السؤال 23، there was a strong link between air travel and the spread of coronavirus، كان في ربط او علاقه ما بين السفر جوا طيارات وانتشار فيروس كورونا، طبعا بديهيا، فطبعا علاقه او ربط او لينك نفس المعنى اللي هي رقم دي association. السؤال 24، the government plans to cut to reclaim، يعني تستصلح a million هكتار، او ممكن انطقها بالبريطاني هكتار، of desert land، من الارض الصحراويه، for wheat، عايز اقول عمليه زراعه القمح، wheat يعني القمح، طبعا زراعه، طبعا هكتار اللي هو هكتار يعني حوالي 10,000 متر مربع وهي مقياس الارض. طيب مثلا انهي زراعه، هارفست يعني حصاد، كالتشر دي ثقافه، جريندنج دي، طبعا اختار انهي واحده. الاجابه شباب رقم سي. عارف انتوا متفاجئين دلوقتي لان كالتشر احنا عارفينها ثقافه، طيب هنا معناها زراعه يعني قصدك تقول لي كده؟ اه، يبقى من ضمن معاني كالتشر في سيرنا معناها زراعه، يبقى اذا ممكن استخدم كالتشر بمعنى زراعه، كالتشر اللي هي بتساوي كلمه اجريكالتشر برضه زراعه، بتساوي كلمه فارمنج، بتساوي كلمه جروينج، دي كل الكلمات دي معناها زراعه. الى هنا انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى الناس تكون فهمت ال 48 سؤال خاص بالمفردات اللغويه للصف السادس الثانوي للوحدات الاولى والثانيه من كتاب المعاصر المراجعه النهائي. والى هنا اشوفكم على خير، سلام.